يعني شاهدنا نماذج الحقيقة مبهجة من الشباب المصري الجاد الواعد اللي يعني بيحصل أكثر من 1000 و1700 دولار في الشهر من خلال عمله على هذه المنصة. في عالم، في عالم من الوظائف كل أجيالنا ما تعرفوش، يعني الشباب ده يا فندم هذا الـ يعني القطاع قوامه اليوم 36 مليار دولار. 36 مليار دولار. وفي 6 مليون شخص بيعملوا في هذا القطاع. وبينمو بنسبة 20% في السنة. الشهادة اللي احنا بنتكلم عنها او التدريب الجديد اللي حضرتك بتتكلم عنه ده هيبقى تدريب اضافي لناس خلصت تعليمها، يعني هتبقى شهادة اضافية لناس خلصت. ليس بالضرورة، ليس بالضرورة يكون خلص تعليمه. النهاردة شفنا احد الشباب طالب اللي هو داخل وداخل في، يعني دي شهادة منفصلة بجانب تعليمه اللي بيقوم بيه، دي بياخد الشهادة الاضافية دي بالظبط، وبياخد شهادة وبيكسب 1000 دولار في الشهر. كل اللي اتعرض النهارده وكل اللي رئيس الجمهوريه اتكلم عنه والحكومه اتكلمت عنه وكل ما هو مرتبط بملف التعليم دلوقتي يا فندم مرتبط بوزاره الاتصالات والبنيه الاساسيه لتكنولوجيا المعلومات في مصر. تمام. كان لحضرتك تصريح قبل كده انه في انفاق 400 مليون دولار لتغيير او لتحسين البنيه الاساسيه للانترنت. تمام يا فندم، ده كان المرحله الثانيه من رفع كفاءه البنيه المعلوماتية. يمكن النهاردة صباح اليوم شركة أوكلا التي تصدر تقارير شهرية عن متوسط سرعة الإنترنت في كل دول العالم أصدرت تقارير عن شهر أغسطس الماضي. مصر تقدمت 6 يعني مراكز في التصنيف العالمي. المتوسط سرعة الإنترنت ثابت في مصر 31 ميجابت ثانية. الحمد لله بنتقدم في هذا المضمار، يعني مستمرون في تقوية الشبكة وفي دعمها تقنيا لكي تتحمل الأعباء بقى إن شاء الله التي يعني نتوقع زيادتها مع بداية العام الدراسي القادم الذي سيعتمد في الطلبة على الإنترنت بشكل غير مسبوق الحقيقة. هل إحنا مقربين من أبحاث الجيل الخامس يا فندم الإنترنت ولا لا؟ الجي 5؟ الجيل الخامس، الجيل الخامس تكنولوجيا في منتهى الأهمية لأنها بتتيح سرعات عالية جدا وإمكانية التحكم في عدد ضخم من الأجهزة من خلال الوحدة الخلوية الواحدة. الحقيقة هذه المميزات يعني هي موجهة للعالم الصناعي أكثر منه إلى أشخاص. لا سيما انه الجهاز المحمول الذي يعني يشغل اللي بنعتمد عليه في حياتنا اليوميه، الجهاز اللي بيشغل الجيل الخامس ثمنه لا يقل عن 1000 دولار، غالي جدا. هو ليس في متناول يعني عدد كبير من الـ واحنا ما لدينا حاليا من الجيل الرابع يكفي كل التطلعات او التوسعات القائمه حاليا. بالظبط. الجيل الخامس هو للتشغيل للمشروعات للتطبيقات الصناعية والمهنية وليس للتطبيقات الشخصية. يعني انا بشكرك، شكرا جزيلا يا فندم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم.